حلقتنا متابعه لبعض الدقائق، ما بقى كتار، تقريبا اقل من نص ساعه. بنتمنى انه بخلال هالنص ساعه تكونوا عم تتصلوا بكثافه مشاهدينا. رح نجرب هيك نعرف شوي قبل انتهاء الحلقه قد ايه صرنا، وين صرنا، وخصوصي انه دكتور ريتا الحيم معنا موجوده. اهلا وسهلا فيك، يعطيكم الف عافيه اول شيء. ميرسي لنا ولكم. لكم اسبوعين عم تشتغلوا مثل خليه النحل، مديره رابطه كاريتاس لبنان. خليني اقول بانه دكتور رحيم هي اول امراه بلبنان بتكون عم تشغل هالمنصب مديره رابطه كاريتاس لبنان، او هالقد جان واسم الله عليك جمال ونشاط. مرسي. وحيويه، يعطيكم الف عافيه. مرسي. فعلا. خلينا نحكي شوي عن هيك بشكل عام عن كاريتاس. شو بدك هيك تزيدي على اللي نقال اليوم من بعد كل شيء حلو انحكى ومن بعد كل هالحالات اللي شفناها؟ يعني رانيا، بداية بدي أشكر الام تي في وأشكرك شخصيا لإلك ولألان، لأنه عن جد فرجيتوا عائلة كاريتاس، هالعائلة يلي ممتدة بكل لبنان، بتشتغل بكل القطاعات، الصحة، التربية، التنمية، العمل الاجتماعي. شفنا الشبيبة، شفنا قدامى كاريتاس، شفنا المتطوعين، شفنا الأقاليم. هيدي هي عائلة كاريتاس، هالعائلة يلي فيها كل إنسان كمان عم يستفيد من كاريتاس، لأنه كمان مثل ما لاحظتي الحالات اللي هي معنا هي جزء منا، بتصير العائلة يلي بنحزن لحزنهم وبننبسط لفرحهم، هالعائلة يلي بتكبر وبتضم كل شخص ساعد كاريتاس، هالأشخاص اللي عم تتصل اليوم وهلأ صرتوا كمان جزء من عائلتنا، هيدي هي عائلة كاريتاس. وبدي أقول إنه هالماج هيدا دليل على هالموضوع. عملتوا لنا هيك ماج لام تي في وكاريتاس سوا يلي صاروا جزء هيك لا يتجزأ عن بعضهم. نحن كمان بدنا نشكركم لانه قدرتوا تعلمونا كيف العمل الانساني، ومن اول ما قررنا هالحلقه يعني قد ايه تعرفنا على اشياء وقد ايه شفنا صعوبات كمان من خلال عملكم، ومن خلال كيف نقدر نحن نفرجي قد ما بنقدر خلال هالحلقه وناخذ كمان قد ما فينا من الناس، ان كان اهتمام معنوي أو مادة. كيف حصيلة اليوم؟ أنا لي ساعة ناطرة لحتى أعرف منك، بعد ما عم أقدر أعرف. حصيلة اليوم كتير منيحة، نشكر الله الكيسز اللي قطعوا معنا، قدرنا بمحلات نغطي جزء كتير كبير، الاتصالات بعدها لهلأ عم توصل، الدونيشن أونلاين كمان عم توصل، في كتير أشخاص تلفنت سألت عن الحساب المصرفي ليحولوا، ما حبوا حتى يقولوا المبلغ، بس أكيد كل شيء رح يتابع، يعني نحن رح نكون عم نفرجي كل حالة اللي قطعت شو قدرنا ساعدناها وين ما قدرنا ساعدناها، بس لا أكيد رح نقدر نساعد هالحالات، رح نقدر نساعد حالات كتير. العمل الاجتماعي مثل ما قلتي صعب بس حلو، لأنه بالآخر بس تطلعي وتشوفي حياة الإنسان اللي غيرتي قد ايه بتنبسطي. يمكن منقول 70,000 شخص استفادت من خدمات كاريتاس السنة الماضية، نحن ما بنقشع أرقام، نحن بنقشع أشخاص، حياة لمسناها دقينا فيها. يمكن بمحلات كانت المساعدة لازم تكون أكبر، بس هي كانت قدرتنا بهذه المرحلة. العمل الاجتماعي صعب كتير. تحية لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا وبيتطوعوا بكاريتاس، بعرف قد ايه عملهم صعب، بعرف قد ايه اوقات هيك بتعز علينا الدنيا وقتها بنشوف في اشخاص عن جد بحاجه لنساعدهم وما عم نقدر لانه يمكن ما عندنا كل الامكانيات لنساعدها. بس الحلو بكاريتاس اذا بتطلع من وقتها ما تاسست لهلا مشيت مع تاريخ لبنان بلحظاته الحلوه وبلحظاته المره، وبعتقد هيدا دليل قد ايه اللبناني قوي. وانتو حليتوا الاوقات المره 100%، نحن والاشخاص اللي كانوا مع كاريتاس وقفوا حد كاريتاس. يعني بيتخيلوا اوقات الناس قد ما مرقنا بحروب، يعني الحمد لله بلبنان، يعني بنقعد نتخيل اوقات لو كانت هالحروب والازمات اللي مرقنا فيها من دون كاريتاس شو كان صار. يعني صار كاريتاس هيك بنضرب فيها المثل هالمؤسسه هيدي العريقه. وانا اسمحي لي معلش اشكر روبا ديراني، وين روبا يلي عن جد اشتغلت بشكل محترف جدا، تعبت ليل ونهار على اشياء حتى يعني كان فيها هيك تطنش شوي عنا ولكن ما طنشت. ثانك يو روبا، ما بعرف وينها. ميرسي روبا واكيب الكوميونيكيشن وكل العالم اللي اشتغلت. انا لانه كنت عم بشوفك واحكيك اكثر شيء روبا، ميرسي لك ويعطيك الف عافيه والله يقويك، لانه عن جد عم يشتغلوا بتحافظ اسامي الكل وحافظه اسامي الكيسز كلهم.
يعني إذا ما كان الإنسان هيك عن جد ما يشتغل بالعمل الاجتماعي والإنساني، لأنه ما بينجح إلا إذا كان هيك، ما في وقت، ما في دوام، أبداً إيميلات عم تصل كل الوقت. روبا ثانك يو، ميرسي لك. دكتور حيم، بدي انتقل معك لموضوع يمكن مش كثير بنحكي فيه، لانه يمكن مش كثير في تفرقه فيه، اللي هو دور المراه بكاريتاس. نحن بنعرف سيدات كاريتاس المهضومين الكبار يلي بيساعدوا كمان بجمع التبرعات، ولكن المراه دورها كثير كبير بكاريتاس. دور كثير كبير، 80% من فريق العمل هن نساء، أكثر من 80% من المتطوعين كمان نساء. في عدد كتير كبير من المشاريع يلي تهدف إلى تمكين المرأة، يعني يمكن ما قدرنا نحكي عنهم، بس مثلاً في الاي تي أكاديمي يلي هي تهدف إلى تمكين المرأة وإعطائها وسيلة لحتى تروح تشتغل، يلي هو كل شيء مايكروسوفت بينعمل. مشاريع متخصصة للعمل مع الامرأة، مش فقط المقيمة ببيروت ولكن بكل المناطق. في المرأة يلي هي ربة المنزل، شفنا حالات كتير المرأة هي اللي واقفة على رجليها، كاريتاس بتجي وبتوقف حدها كمان حتى تكون موجودة. فالدور كتير كبير، ويمكن لأنه هالبسمة دايما موجودة على وجه العامل الاجتماعي بتساعد كمان بالحالات، ولكن هيدا لا يمنع أنه ولا وكمان ما لازم ننسى دور الرجل بكاريتاس. هلا بيزعلوا منا الأشخاص الموجودين بكاريتاس، أكانوا السيدات أو الرجال، هن حياة كاريتاس ونواة كاريتاس، وعن جد من دونهم في كتير أشخاص حياتهم يمكن ما كانت هالقد منيحة وهالقد قادرين يعيشوا بكرامة. قديه بيعطيكم فرح هالموضوع؟ يعني من أول ما تعرفنا على حضرتك كل الوقت عم تضحكي، كل الوقت كل الوقت كل الوقت في بسمة، وكل الوقت هيك في إنه مثل اتكال على الرب كمان. يعني كيف بتقدروا تشتغلوا على حالكم؟ وأنا اليوم عم بحس مثلكم، يعني كل الناس بيقولوا كيف عم تقدروا تتحملوا هالحالات وهالتعب وهالأمراض وهال ما منحس، انا ما بحس فيهم وقت اكون بالحلقه للحقيقه، وبفتكر انتم كمان ما بتحسوا فيهم. شو السر برايك؟ العمل الانساني هو عمل رائع، هو العمل يلي بتجي على شغلك عارفه انه منك رح تطلعي بدوام، جاي تغيري حياه انسان، جاي تشتغلي لبلدك، في اجمل منا جاي اشتغل لبلدي. ما بعرف، ما فيني اقول لك شو السر، بس بعرف في اتكال كثير كبير على العنايه الالهيه، خاصه بكاريتاس. في لحظات بقيت نوصل فيها لحالات ما يكون عندنا خلص ما في حل انه نساعدها. الشبيبة خاصة بيقولوا ربنا بيدبر، عن جد ربنا بيدبر، يتصل شخص يقول أنا عندي هيدا المبلغ حابب وصله لكاريتاس، ونلاقيه عن جد يعني صبتك. ولا مرة حسيتوا أنه وصلتوا لحيط مسدود؟ ما بخفي أنه بلا، في عندك هالتعب، في عندك خاصة هلأ بظل هالأزمة اللي عم نقطع فيها، بتحس بمحلات أوقات عم بتصرخي وصوتك بدك إياه ينسمع أكتر بكتير، بس ترجع بتطلع وبتقول كتر خير الله، اللبناني ما بيترك خيه، وربنا بيساعد، وهالعمل الإنساني، هالشبيب اللي بتنزل على هالطرقات، السيدات بالأقاليم، بتحس أنه من هونيك بتاخدي قوتك، بتاخدي قوتك منهم. نجعل لمكاتبنا أوقات تعبانين، نوصل نتلاقى بحد عم بيقلنا بوجور مع هالضحكة، بتحسي خلص ها هي نهار ونهارنا مش تمام ورح يزبط كل شيء. هيدا هو الشغل بكاريتاس، هيدا ما أحلك وما أحلى هالحكي عن جد، وإن شاء الله هيك بيقدر يوصل لقلوب كل الناس، مش بس لحتى يساعدوا ماديا، بس كمان لحتى يحسوا مع الآخر، ولما منحس بوجع الآخر ومنعطي ومنساعد ومننوجد حده، هالوجع بخف عنده وعنا نحن كمان. الحملات دايما مستمرة لكاريتاس، وكنا عم نحكي اليوم خلال النهار، ولكن بدي أوصل لحملة الصوم المبارك قريبا جدا، أي متى رح بتبلشوا وشو هي هالحملة؟ نحن مثل كل سنة حملة الصوم هي بس يبلش الصوم لآخر نهار. هالحملة منشوف شبيبتنا والأقاليم منتشين وين ما كان لحتى هلأ ألانسر بده ينزل معهم، لأنه لبس الجاكيت وزبط حاله وبدنا اياكي معنا. انا بنزل معكم دغري، ما بدي عزيمة. بعرف بعرف. هالحمله هي اكيد نحن بنقول هالحمله هي جسر عبور بين الشخص اللي حابب يعطي على السكت واللبناني يلي حابب يستفيد وكرامته محفوظه. فهيدي هي حملتنا نحن، كل المبالغ اللي بتنجمع بفتره الحمله الصوم هي بتروح للعيال اللبنانيه اللي بحاجه. يمكن اوقات اشخاص بتقول انه كل 1000 ليره كيف بدي احطها لكاريتاس؟ صدقوني هالالف
بتتدوبل وبتترفل وبتصير ملايين يلي قادرة تدق بحياة إنسان. أوقات شخص يمكن بحاجة لعشر تلاف لتغيري له حياته، هالقد منشوف حالات منه بحاجة لملايين الدولارات. أوقات الشخص بحاجة بس هالأسيستانت سوسيال دق على الباب وتقول له أنا هون، في عيال بتحضر فنجان القهوة على بكرة بتنطر المساعد الاجتماعي لأنه ما في غيره بدق بابهم. هيدي هي حملتنا، هال 500 ليرة وهال 250 ليرة اللي بنحطوا بصندوق كاريتاس عن جد بيأثروا. وهول اللي بيأثروا كمان بالولاد، يعني نحن بعدنا لهلا بنتذكر من لما كنا صغار كنا ننبسط نحط ال 500 او ال 1000 وناخذ الستيكر تبع كاريتاس، بس انه هول بينطبعوا بذهنيه الشباب والصبايا والولاد، وهيدي شغله يعني لو ما كنتوا موجودين ما كنا بنعرفكم. هالانتشار لكاريتاس حتى بين الناس وعلى الطرقات وين ما كان هي شغله مهمه للتوعيه ايضا، يعني يمكن مش دائما الحكي هو توعيه، التوعيه بالوجود وبنشوف يعني النظر كمان. الهدف مثل ما قلت رانيا ما ضروري انه تعوا ساعدوا كاريتاس، الهدف ساعدوا الشخص اللي بحاجه لمساعده. يمكن بساعد كاريتاس لانه هي بتعرف الاشخاص اللي بحاجه لمساعده وبتعرف شو بدهم مساعدات، يمكن كاريتاس لانه كاريتاس بدل ما تنبش على السمكه بتنبش على الصناره لحتى تعطيها للعيال. هيدا الشيء بينطبع بذاكره كثير عالم، وفي عنا كايات في اشخاص تساعدت من كاريتاس هلا كبرت تعلمت لانه كاريتاس وقفت حدهم، استلموا مراكز عاليه. هالاشخاص بتلفنوا على عيد الميلاد او على اعياد معينه ليقولوا نحن منا ناسين كاريتاس. هيدا التبرع لشخص عاش وجعنا لانه بنفهم شو معنات هيدا الوجع، بدنا نرده لكاريتاس لكاريتاس توصل لهيدا الانسان. حلو كتير دكتور رحيم، اليوم بخلال هنهار رجع هيك يذكر كل المشاهدين اللي ما كانوا عم يحضرونا بالنهار شو كنا عم نعمل، لأنه كان في المركز الصحي المتنقل موجود وكان في الحالات. عطينا هيك بريف قبل ما ناخد بريك. بريف اليوم تعرفنا على عائلة كاريتاس على القطاع الصحي، كان في العيادة النقالة موجودة، 120 شخص استفادوا من الخدمات اليوم من الخدمات الصحية، بالإضافة لعدد كتير كبير كان بحاجة لمساعدة للصحة النفسية. البسيكولوج كانت حاضرة ورح نكفي نتابع معهم بمراكزنا، حولناهم لمراكزنا. تعرفنا على قطاع التربية مع مدارسنا للأطفال اللي عندهم حاجات خاصة، شبيبتنا، أقاليمنا، مشاريع التنمية اللي عم تخلق فرص عمل بالمناطق الريفية لحتى نشجع على البقاء بالأرياف. ان شاء الله ما اكون عم بنسى حدا. العمل الاجتماعي والاشخاص اللي توجهوا لعنا، يعني اليوم كان بدها جرأه وكان بدها ايمان وكان بدها مصداقيه كبيره لحتى يجوا كل هالناس من كل مناطق لبنان اليوم من كل الطوائف يلي انوجدوا عنا هون بالمركز ومع الا بالحد الكنيسه يعني كمان وبها المركز الصحي. يعني ما بعرف هلا بنرجع بنجرب نعطي احصائيات باخر النهار، بس اعداد كثير كبيره ما بعرف الحالات اللي اجت لعنا من عكار، من طرابلس، من دير الاحمر، من جزين، من المناطق الموجودة هون. هذا لا يعكس انتشار كاريتاس لأنه نحن عن جد موجودين بهيدي المناطق كلها. ومثل ما قلت رانيا يمكن تحيل بدها تنعمل أكتر شيء لهالأشخاص اللي اجوا وحكي وجعهم. الواحد ما بيشارك وجعه إلا مع عائلته، فقدي كان في عندهم هيدي القوة وهيدي الصلابة لحتى يطلعوا وجعه. ومثل ست ديانا جعجع يلي بكت قبل ما تطلع على الهواء وقالت أنا مستصعبة كيف بدي أطلع أحكي، كمان بدي وجه لها تحيه لانه كانت عن جد كثير مثل كانه خجلانه. لا ما بدنا نخجل، بالعكس نحن المسؤولين عنا يلي لازم يخجلوا، بفتكر بهيك وضع. وبدنا نوجه تحيه كمان من الوزيره مي شجاع يلي اتصلت كمان واكيد بتوجه تحيه من القلب، واكيد رح تتواصل معهم لاندرو وديانا جعجع. نحن رح ننتقل لبريك ومتابعين نهارنا، بدنا نشكركم على كل شيء وبدنا نرجع نشوف كمان ألا وين صار ببيت النبعة. رح ناخد بريك ونرجع.